موجز أخبار العالم من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم. أعلنت روسيا أن قواتها المسلحة سيطرت على بلدة كروموف الصغيرة قرب باخموت شرق أوكرانيا، وهي منطقة تشهد معارك بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أكثر من عام. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مدعومة بالطيران والمدفعية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة وحررت قرية أرتيمو فيسكوي مستخدمة التسمية الروسية لبلدة كروموف. وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أكد أن الاستيلاء على هذه المدينة سيسمح لموسكو بتحقيق تقدم جديد ومهم. ومن موسكو ينضم إلينا مراسلنا سعد خلف. سعد، كيف تقرأ هذا الاستيلاء بعد أشهر من عدم تحقيق أي اختراق للقوات الروسية، وما تداعياته استراتيجيا وعسكريا؟ أماني، بالفعل نحن يبدو أن المشهد الآن في ساحة المعارك بين روسيا وأوكرانيا في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا يتغير بشكل كبير. يمكننا القول من واقع التقارير العسكرية الرسمية لوزارة الدفاع الروسية أن المبادرة الآن انتقلت إلى القوات الروسية، وأن الهجوم الأوكراني المضاد الذي دار عنه الحديث على مدى النصف عام الماضي تقريبا فشل وانتهى وفقا لما تقوله السلطات الروسية، وفقا لما تقوله التقارير العسكرية الروسية. بهذا الإعلان من وزارة الدفاع أمس عن سيطرتها على بلدة خروموفا، أو حسب ما تسمى بالروسية تسمى بلدة أرتيوموفسكايا، والجانب الأوكراني كان قد أعاد تسميتها في عام 2016 إلى خروموفا، يبدو أن الجانب الروسي بدأ بشن هجومه المضاد على القوات الأوكرانية المتمركزة سواء في جنوب شرق أوكرانيا أو في جنوب أوكرانيا. وبهذا التقدم الملفت فيه أن هذه البلدة كانت تمثل خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية، أو خط التماس الأول للقوات الأوكرانية عندما بدأت هجومها المضاد في محاولة لاستعادة مدينة أرتيوموفسك التي شهدت معارك ضارية خلال العام الماضي وعلى مدى 8 أشهر تقريباً. في جبهة أخرى في جنوب أوكرانيا هناك مدينة أفديفكا، وهي مدينة استراتيجية هامة تحاول القوات الروسية السيطرة عليها. وضعت القوات الأوكرانية حسب ما تقول التقارير العسكرية الروسية بداخلها في حصار شديد، خاصة في المنطقة الصناعية في مدينة أفديفكا، وتكبد القوات الأوكرانية هناك خسائر فادحة في عدد كبير من البلدات الموجودة داخل هذه المدينة. بالإضافة إلى ذلك هناك إعلان من الجانب الروسي عن محاولة التقدم على محوري إزيوم، وكذلك على محور خاركوف الذي انسحبت منه القوات الروسية في أكتوبر من عام 2022. الملفت في هذا الصدد إعلان وزارة الدفاع بالأمس عن مقتل جنرال كبير من الجنرالات الروس، وهو الجنرال فلاديمير أفديفسكي، وهو كان نائب لقائد اللواء 14 في هذه المنطقة، قتل في بلدة إزيوم تحديدا حسب ما تقول المصادر الروسية. وهذه البلدة كانت القوات الأوكرانية قد استردتها من الجيش الروسي في نوفمبر من العام الماضي، ما يعني أن الجانب الروسي بدأ محاولات استعادة أيضا هذه البلدات التي استردها الجيش الأوكراني خلال هجماته المضادة، سواء الهجوم الأول أو حتى في محاولاته في الهجوم الثاني. كل هذه الأمور تشير بالطبع إلى أن الجانب الروسي يحاول التقدم أكثر في عمق وجود القوات الأوكرانية ويخترق الدفاعات الأوكرانية. نعم، في الوقت الحالي. نعم، شكرا جزيلا لك سعد خلف مراسلنا من موسكو. قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن تركيا أبلغت بلاده بأنها تتوقع التصديق على انضمامها المؤجل منذ مدة طويلة إلى حلف الناتو خلال أسابيع، ولكن أنقرة نفت وضع إطار زمني لاتخاذ هذا القرار. وأكد بيلستروم في تصريحات للصحفيين في اليوم الأول لاجتماع وزراء خارجية الحلف أنه عقد اجتماعا مع نظيره التركي هاكان فيدان، الذي أبلغه أنه يتوقع إتمام عملية التصديق خلال أسابيع. وأضاف أن وزير الخارجية التركي لم يحدد موعدا، ولكنه قال أنه يتوقع أن يتم التصديق في هذه الفترة. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على 21 فردا وكيانا إيرانيا وأجنبيا لتورطهم في شبكات تسهيلات مالية تستفيد منها وزارة الدفاع الإيرانية وأجهزة أخرى في جيشها. وذكرت الخزانة في بيان أن المشمولين بالعقوبات أسهموا في ضخ تمويلات لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة
وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. استبعدت الرئيسة التايوانية تساي إنغوين اعتزام الصين شن غزو كبير للجزيرة في الوقت الحالي بسبب تحديات داخلية أو محاولة التأثير على انتخاباتها المقبلة. وقالت الرئيسة التايوانية خلال قمة ديلبوك 2023 في نيويورك إنها تعتقد أن القيادة الصينية في هذه المرحلة مثقلة بالتحديات الداخلية التي تواجهها. كما دعت الطبقة السياسية في تايوان إلى التركيز على تعزيز الديمقراطية في البلاد بدلاً من انتظار أن تتخلى بكين عن خططها. توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام في منزله بولاية كونيتيكوت شمال شرق الولايات المتحدة. وقالت مؤسسته الاستشارية في بيان إن كيسنجر الذي كان وزيراً للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وأدى دوراً دبلوماسياً محورياً خلال الحرب الباردة قد توفي أمس الأربعاء دون ذكر أسباب الوفاة. نهاية الموجز وإلى اللقاء.